Ouais, je viens à la journée. صورة ذكرى حسابها يا ابوه ليلة على مجنون هلا هلا بالشباب لا اصور ولا شيء المشفى بيقدم خدمات لكافة المناطق المحررة في سوريا اللي كل شيء محرر خارج سيطرة النظام هالمشفى بدعمه بيستقبل مرضى منه. عنا نوعية المرضى مختلفة من كافة المحافظات السورية، إضافة عنا مرضى من لبنان، مريض من لبنان ومريضين من لبنان، وعنا مريض مصري ومريضة ليبية. هدول كانوا المرضى هدول اللي عنا كانوا بمشفى ابن خلدون النفسي بحلب. تعرض المشفى للقصف، شلنا المرضى من مشفى ابن خلدون وجبناهن على المكان الآمن هون. في مرضى استشهدت بالقصف ومرضى هربت ما عرفنا عنها وين. ضل عنا نسبة من المرضى جبناهن لهون وفتحنا هذا المركز اللي بيخدم المناطق المحررة في سوريا. Yeah.
عشائي أمام مطار أتاتورك ولا أحد يسمعني. بابا دالك مال انت من الروح وغلا وزاد تمنى.